12 جنود الاحتياط في حال اندلاع الحرب، كيف سيؤثر ذلك الامتناع على أداء جيش الاحتلال؟ الآن يجب أن نعلم من خلال الممارسة العملية وتجارب سابقة بأن إسرائيل ليست لها القدرة على الحروب الطويلة، فقد اختفت هذه السياسة مؤخراً، وكانت آخر حرب طويلة 51 يوم على قطاع غزة كما هو معلوم، هي لا تريد حرب طويلة، قد تقوم بضربة هنا أو هناك أو اغتيالات، إعادة تفعيل الاغتيالات. والآن الجيش كردا على سؤالك وفي نفس النقطة، الجيش الإسرائيلي منقسم، تتحدث عن جنرالات في الجيش ووزراء جيش سابقين يقودون التظاهرات، بالإضافة إلى رؤساء وزراء سابقين ومؤثرين، بالإضافة إلى المنظرين في الجيش الذين يقولون أننا لن نقدم أنفسنا وأبناءنا قربانا للديكتاتورية ولترسيخ نظام فاسد يتزعمه شخص يريد أن يقلب نظام الحكم لصالحه ولصالح الصهيونية الدينية التي تحاول أن تخضع كل إسرائيل للتعاليم التوراتية التي تؤمن بها. فذهاب إسرائيل في هذه الأوقات إلى جولة ستكون إن ذهبت محدودة، وأيضا تكون على صعيد انقسام داخلي ولن تلملم الشتات الإسرائيلي الداخلي. إذا تحدثنا عن جنين على سبيل المثال، وما كان في جنين كانت هناك اعتراضات كبيرة، وأيضا هناك اتهامات لنتنياهو من أوساط عسكرية بأنه ذهب إلى مغامرة غير محسوبة ورفع من سقف الأهداف التي لم يحققها باعتراف المنظومة العسكرية. فبالتالي عندما نقول حزب الله وهذه القوة التي يملكها حزب الله والتي لا يعلمها الاحتلال بعد التجارب العديدة في سياق استعراض الاحتلال أنه يمتلك معلومات دقيقة، بات واضحا بأن الاحتلال لا يمتلك حتى عن مخيم جنين القريب منه والذي في وسط الضفة ويقبع تحت القبضة الأمنية الإسرائيلية، والاقتحامات التي كانت متكررة والاعتقالات واستنزاع اعترافات لم يكن قد بنى تصوره المحكم والمطلق والدقيق على كل هذه المعطيات، فما بالك بحزب الله اللبناني الذي يعني يتغلغل في معرفة إسرائيل كما يقول وفي دقة أهدافها ودقة المواقع الحيوية والاستراتيجية من خلال ما يعلن إسرائيليا من اعتقال العديد من الشبان سواء تم تجنيدهم أو حتى تم إرسالهم من إيران للتجسس لصالح حزب الله ولإيران ولمعرفة المواقع الحساسة في حال تم استهداف إسرائيل من كلا الفريقين. نعم، هناك تصريحات دكتور لحزب الله حول الجيش أو جيش الاحتلال، هل هذه التصريحات هي تصريحات حقيقية أم أنها تخمينات؟ في خطورة واضحة. نعم تسمعني دكتور؟